سين: كيف لي أن أحفظ نفسي وأولادي من الإصابة بالعين؟ جيم: لا شك أن الإنسان متى كان قريبا من الله عز وجل، مداوما على ذكره وقراءة القرآن، كان أبعد عن الإصابة بالعين، وأذى شياطين الإنس والجن، وغير ذلك من الآفات. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه. واعظم ما يتعوذ به المسلم قراءه كتاب الله وعلى راس ذلك المعوذتان وفاتحه الكتاب وايه الكرسي ومن التعوذات الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه واللامه كل داء وافه تلم بالانسان من جنون وخبل وعن ابي سعيد ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك ومداومه الانسان على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم وغيرها من الاذكار لها اثر عظيم في حفظ الانسان من العين فانها حصن له باذن الله فينبغي الحرص عليها ومن اهم العلاجات الرقيه الشرعيه بالايات والتعوذات التي سبق ذكرها فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين وامر بها فعن عائشه رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين والرقيه ما يقرا على المريض من الايات والادعيه والتعوذات طلبا للشفاء من الله تعالى ومن طرق العلاج من العين ان يغتسل المصاب بالعين بالماء الذي توضا به العائن فقد جاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان يؤمر العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين